السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا محمد المنصير، طالب طب سنة رابعة. إن شاء الله تعالى راح أكون أنا وزميلي محمد طرادات في شرح محاضرة أو مادة الفارماكولوجي. بسم الله نبلش. هسه هاي المحاضرة والمحاضرتين اللي بعدها بيحكوا عن الفارماكو داينامكس والكاينتكس، يعني مقدمة في علم الأدوية. راح نفهم كيف الدواء بيأثر على الجسم والجسم كيف بيأثر على الدواء. فبسم الله الرحمن الرحيم نبلش. الآن يا جماعة، هاي المحاضرة تحكي كمقدمة عن الفارماكولوجي. كلمة فارماكولوجي عبارة عن كلمة تتكون من مقطعين، زي لما كنا نحكي انه الفسيولوجي كلمة تتكون من مقطعين. فارماكولوجي تقسم لكلمة فارماكو وأولوجي. كلمة فارماكو جاية من كلمة فارماكون، معناتها الدواء. فكلمة فارماكون عبارة عن كلمة إغريقية تعني drug or poison، وأولوجي معناتها العلم، فهو العلم الذي يهتم بدراسة الأدوية. فالفارماكولوجي is the science that deals with the study of the all aspects of drugs، يعني عبارة عن علم بيهتم بدراسة كل نواحي الدواء. إيش هاي النواحي؟ أول ناحية الهيستوري. إن شاء الله تعالى بهاي المادة راح يمر معنا كم من دواء، إنه كيف تم اختراعه وبأي عام وكيف اخترعناه، كمان الأوريجين مصدر الأدوية. لقدام إن شاء الله بهاي المحاضرة راح تعرف إنه الأدوية إلها مصادر، كمان الكيميكال ستراكشر. في هاي المادة إن شاء الله راح تفهموا بعض التراكيب الكيميائية الخاصة لكم من دواء، كمان بريباريشن كيف نحضر الأدوية، وكمان كيف نعدل الأدوية، سموها الادمنستريشن بروبرتيز وإلى آخره. فكلمة فارما جاي من كلمة فارماكون، معناتها الدرج أو البويزن. طيب إيش معنى درج؟ أي سبستنس أو برودكت أوف نون ستراكشر، يعني أي مادة إلها زي ستراكشر أو تركيب معين أو معروف بيعمل زي تغيير في الوظيفة لما ينعطى لكائن حي. طيب شو هذا التغيير؟ يقول لك التغيير هذا يا إما بيكون تريتمنت علاج، أو بروفيلاكسز وقاية، أو دايجنوسيس تشخيص. فالدواء بالعادة بيعمل ثلاث شغلات، إما بيعالج المرض، أو إما بيمنع حدوث المرض بروفيلاكسز أو الوقاية، أو إما بيعمل دايجنوسيس بشخص المرض. فthe term drug commonly means any medication that is used for treatment, prophylaxis and diagnosis. فمصطلح دواء أو درج تمام إله ثلاث أهداف، يا بعالج المرض، يا من شخص المرض، يا إما إيش نحمي من حدوث المرض. فبقول لك إنه drugs can be administered for these three purposes، يعني بالعادة الأدوية إلها ثلاث أهداف. أول هدف ممكن يكون ثيرابيوتيك. كلمة ثيرابيوتيك راح تمر معنا كثير في المادة، معناتها علاجي. فأول هدف من أهداف الدواء هو الهدف العلاجي. drugs are used to treatment cure، يعني هاي الأدوية اللي بكون هدفها علاجي بكون هدفها تعالج، تعمل كيور علاج، أو تعمل alleviation للسيمتومز. هسا الدكتورة في الريكورد قالت مثال على كل هدف، بس مش طلو منكم يعني فعليا. هو هسا أعطيك مثال على مثلا دواء هدفه علاجي، زي مثلا لما تعطي مضاد حيوي لواحد معه التهاب بكتيري، أو ممكن مثلا عشان نعمل alleviation للسيمتومز، واحد مثلا لا سمح الله معه التهاب مزمن، ومن إحدى هاي الأعراض مثلا الحرارة المزمنة، فبعطيه مثلا دواء خافض الحرارة، أو مثلا بمنع prevention للبروجريشن تاع الديزيز. بعض الأمراض يا جماعة بقدر أقلل أو عفوا أطول من وقت تطورها، زي إيش مثلا؟ زي مرض الزهايمر أو مرض باركنسون. هاي الأمراض الدماغية ما إلها علاج، بس بقدر أعطي الأدوية عشان تطول من المرض، أوكي؟ بدل ما يصير مثلاً سنتين يقتل الإنسان يصير بعشر سنين، أنتوا كيف؟ and to control or maintain human body function، أو عشان أحافظ على وظائف الجسم. فالمثال على الدواء اللي بنعطى كثيرابيوتيك بيربس كهدف علاجي اللي هو الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية اللي بتعالج البكتيريال إنفكشنز. هذا بالنسبة لأول بيربس أو أول غاية اللي هي الثيرابيوتيك بيربس. لحد الآن كلمة فارماكولوجي معناتها علم الأدوية، وعلم الأدوية بيهتم بدراسة كل نواحي الدواء، صح ولا لا؟ والدواء عبارة عن مادة يا بتعالج يا بتقي يا بتشخص المرض. أول هدف من أهداف الدواء هو الهدف العلاجي، إني والله بدي أعالج المرض أو بدي أحسن من الأعراض، أو مثلا ما بدي المرض يتطور أكثر. ثاني هدف اسمه البروفيلاكتيك بيربس أو بروفيلاكسيز بيربس. كلمة بروفيلاكسيز أخذتها بالأميونو، معناتها الوقاية من حدوث المرض، تمام؟ فبقول لك قاعد انه الادويه هاي اللي بتعمل بروفيلاكسيس بين قوسين بريفنشن او البريفنشن ثيرابي بروفايدد تو بريفنت إلنس، هون انا بمنع حدوث المرض من اول، يعني ما عندي مرض بس مشتبه انه ممكن يصير المرض فبمنع حدوثه من الاول، او ممكن كمان امنع حدوث الاعراض the occurrence of symptoms، او ممكن كمان امنع حدوث الكونديشن او الديزيز او اي اخره. كمان احيانا بعض الادويه كهدف وقائي إذا بدي أقلل الـ intensity of symptoms، يعني بدي أقلل شدة الأعراض. إيش في مثال على دواء بنعطى بيكون هدفه علاجي أو عفوا بيكون هدفه وقائي؟ اللي هم الـ vaccines اللقاحات to prevent viral infections،
أشهر مثال مطعوم كورونا. بالعادة الناس اللي ما انصابت بكورونا وأخذت الجرعتين تاعت اللقاح ما راح ينصابوا بالمرض، فهذا ثاني هدف من أهداف الدواء. ثالث هدف يا جماعة غريب شويتين، إنه بعض الأدوية بتشخص المرض، تعمل تشخيص diagnosis، بسموها diagnostic purpose to help in the identification of any disease and to provide evidence of a disease process، يعني بيساعد في تعريف المرض وكمان بيساعد إنه والله يعطيني دليل على حدوث المرض. هسا الأمثلة يا جماعة مش مطلوبة، أنا حاط مثال من عندي. في عندي مرض مشهور كثير اسمه TB أو بسموه التيوبركيلوسيس، مرض السل الرئوي أو التدرن الرئوي بالعربي. هذا المرض بقدر أشخصه عن طريق فحص اسمه BDD، هذا عبارة عن تقريبا زي لزقة أو إبرة تنعطى للجلد. إذا صار في عندي حساسية وصار مثلا لون جلد أحمر، معناته الإنسان يا مصاب في السل الرئوي أو عنده إصابة سابقة. فعالسريع تلخيص، إن هذا كلام كله ترى مقدمة مش مهم كثير، بس اعرفوا إيش معنى فارماكولوجي وإيش أهداف الدواء ومثال على كل هدف من أهداف الدواء. لأن يا جماعة نحكي عن موضوع كثير مهم اسمه الدرج نومينكليتشر أو الدرج نيمينج، تسمية الأدوية أو تسمية الأدوية. فبسم الله، أول اسم للدواء بيكون كيميكال نيم، من اسمه اسم كيميائي. هذا الاسم الكيميائي بيقول لك قاعد إنه all drugs have long chemical names derived from their chemical structure. أعطيكم مثال، في عندي دواء اسمه الـ N-acetyl بارا أمينوفينول أو بسموه الـ NAPP. أوكي، هذا الـ N-acetyl أمينو بارا أمينوفينول، هذا الاسم لو تلاحظوا اشتقيناه من إيش؟ من التركيب الكيميائي. عشان هيك يا جماعة هذا الاسم بوصف التركيب الكيميائي الخاص بالدواء، describes the chemical structure of the drug، كمان describes the information on the drug molecular compound and properties، كمان بوصف اللي هي زي خصائص الدواء والتركيب الكيميائي الخاص بالدواء. فأول اسم من تسمية الأدوية اسمه chemical name. هذا chemical name برأيكم يا جماعة هسا وأنا قاعد بقرأه بدي أقول N-acetyl بارا أمينوفينول، لو تلاحظوا صعب تكون unsuitable for prescribing، يعني بالعادي ما تروح على دواء بتقول له مثلا بدي، طبعا هذا الدواء يا جماعة بنادول، بس هذا الاسم الكيميائي للبنادول. فانت لما تروح مثلا بدك بنادول حلو، تقول للدكتور مثلا معي حرارة والتهاب والى اخره، يقول لك عشان الحرارة خذ بنادول، ما بيقول لك خذ N-acetyl بارا أمينوفينول، بيقول لك خذ بنادول. عشان هيك الاسم الكيميائي بيكون unsuitable for prescribing. ليش؟ لانه بالعادي بيكون طويل وبقول نادر ما تستعمله و very difficult to pronounce. فتذكروا هاي جماعة هاي الجملة hard to spell and hard to remember، صعب ألفظه وصعب أتذكره، تمام؟ فاحفظوا خصائص كل تسمية. الاسم الكيميائي أول شغلة هو الاسم اللي بوصف التركيب الكيميائي، منه بقدر أعرف هذا الدواء من إيش مكون. يعني لو تلاحظوا أن أسيتيل بارا أمينوفينول، في عندي نيتروجين، في عندي أسيتيل، في عندي الفينول، فينول رينج، فهمتوا كيف؟ طب مين بالعادة بيستعمل هذا الاسم؟ بقول لك قاعد بالعادة بيستعمله الساينتست، العلماء والكيمستس، علماء الكيمياء. وين؟ في الساينتفك ستاديز، يعني في الدراسات العلمية. ما بتروح على الصيدلية بقول لك خذ N-acetyl بارا أمينوفينول، مستحيل. فأول اسم اسمه الكيميكال نيم، هذا الاسم فعليا بوصف الصيغة الكيميائية، فهذا هو نفسه الـ N-acetyl بارا أمينوفينول، تمام؟ طيب ثاني تسمية، وهي التسمية اللي حتاخذوها إن شاء الله بهاي المادة، يعني أي دواء إن شاء الله تعالى راح يمر عليك بهاي المادة بيكون بالعادة بهذا الاسم اللي هو بسموها الساينتفك نيم أو الأوفيشال نيم أو الجينيريك نيم. هذا الاسم هو الاسم اللي بيكون شائع بالطب، تمام؟ فبقول لك إنه هذا الجينيريك نيم is derived from the chemical name، مشتق من الاسم الكيميائي، وكمان given by the international organization of a drug and its worldwide international acceptance. يعني بقول لك إنه اللي بيعطي هذا الاسم هي منظمة الأدوية العالمية وحتى عليه قبول عالمي. هسا بقول لك قاعد إنه الجينيريك نيم أو الساينتفك نيم أو الاسم العلمي بوصف المادة الفعالة من الدواء. نرجع، إيش كان الاسم الكيميائي للبنادول؟ N-acetyl بارا أمينوفينول. طب إيش الاسم العلمي للبنادول؟ إله اسمين. الاسم العلمي للبنادول إله اسمين، يا بسميه باراسيتامول يا إما أسيت أمينوفين. هسا الأسيت أمينوفين أو الباراسيتامول توصف لك المادة الفعالة بهذا الدواء، فهمت كيف؟ طب مين بالعادة بيستعمل الجينيريك نيم؟ commonly prescribed by health professionals and doctors who work in hospitals. بالعادة اللي بيستعملوا الدكاترة أخصائيين للرعاية الصحية اللي بيشتغلوا في المستشفيات، لأنه بالعادة يكون قصير وسهل. يعني الدكتور ما بكون والله بقول لك، يعني بقول للعمال اللي معه
اعطوا المريض مثلا ان اسيت البارا امينوفينول، لا بقول لهم اعطوه مثلا باراسيتامول او اسيت امينوفين، تمام؟ فبقول لك انه هذا الاسم is given out through out the pharmacology course، يعني بالعادة اي دواء بهاي المادة هذا بكون اسمه العلمي، ما بكون اسمه التجاري. طيب كمان بقول لك بالعادة كل دواء عنده اسم علمي واحد، فينا حالات خاصة منها حفظ اللي هي البنادول. البنادول له اسمين علميات، الباراسيتامول والاسيت امينوفين، the same drug with two generic names. وضحت؟ هذا بالنسبة للجينريك نيم. لو اقارن سريعا بين الكيميكال نيم والجينريك نيم، تلاحظوا انه الكيميكال صعب تلفظه، صعب تتذكره، تذكره hard to spell and hard to remember. الجينريك نيم اللي بيستعمله الدكاترة في المستشفيات، اما الكيميكال نيم اللي بيستعمله العلماء وعلماء الكيمياء في التجارب العلمية. طيب اخر اسم اسمه التريد نيم او البراند نيم او الاسم التجاري، برايكم مين بيستعمله او عفوا مين بحطه؟ اكيد الشركات الصيدلانية، الشركات اللي بتصنع الادوية. فالتريد نيم او البرين او البراند نيم is given by the manufacturer of the drug اللي هم الفارماسيتيكال كومباني، يعني الشركة الصيدلانية. ليش؟ for commercial purpose، يعني لدعاية تجارية. بتلاقي اسم بنادول مثلا في عند شركة معينة، بتلاقيه بشركة ثانية اسمه ريفانين، بتلاقيه بشركة ثانية اسمه بندرين، اوكي؟ فحسب الشركة، لدواعي تجارية وتسويقية. طيب بقول لك انه هاي الادوية بكون عليها ايش؟ علامة المصنع اللي هي الار، ار جوا دائرة اللي هي الكوبي رايت عشان حقوق الملكية، ريجسترد تريد مارك، علامة مائية مسجلة. كلام فاضي. بقول لك بالعادة تريد نيم بالعادة يكون قصير، easy to spell and sounding and easy remembered. يعني بقول لك انه عكس الكيميكال نيم، الكيميكال نيم كان hard to spell and hard to remember، التريد نيم easy to spell and easy to remember. هسا انت لما تروح على الصيدلية بتقول للصيدلاني اعطيني بنادول ولا ان اسيت البارا امينوفينول، اكيد بتقول اعطيني بنادول، صح ولا لا؟ لانه الاسم التجاري اسم سهل تحفظه وسهل تقرأه، صح ولا لا؟ طب مين بيستعمل بالعادة؟ بقول لك قاعد انه بالعادة بيستعملوا الهيلث بروفيشنال دكتورز، يعني الدكاترة او اخصائي الرعاية الصحية اللي بيشتغلوا في البابليك دكتور كلينكس، يعني في العيادات. بس في المستشفيات بالعاده بيستعملوا الساينتفك نيم. طب العلماء اللي هم علماء الكيمياء والعلماء تصنيع الادويه لا بيستعملوا الكيميكال نيم. وضحت؟ اخر شغله بيقول لك قاعد انه since several different pharmaceutical companies may market the same generic drug، يعني لانه في عندنا اكثر من شركه ادويه، فاكيد ممكن هاي الشركه او الشركات عفوا تصنع نفس الدواء، صح ولا لا؟ عشان هيك بقول لك انه لكل دواء واحد، لكل ساينتفك نيم بتلاقي كثير من التريد نيمز. فهمتوا كيف؟ فمثلا البنادول والريفانين والتيلينول، هذا بعد الاسم مشهور كثير بامريكا مش هنا، والبندرين، هذول الاربعه هم تريد نيمز لنفس الدواء اللي هو مين؟ الباراسيتامول اللي هو نفسه الاسيتامينوفين اللي هو نفسه الان اسيتيل بارا امينوفينول، بس اختلفت التسميه في اسم كيميائي، اسم علمي واسم تجاري. وضحت؟ فاقول لك انه these are brand names for the same generic drug. فهاي الصوره انا حاطها كثير مهمه وسهله كثير يا جماعه، منطقيه. الان اسيت البارا امينوفينول هو نفسه الاسيت امينوفين، بس هذا كيميكال نيم، هذا جينريك نيم. الاسيت امينوفين هو نفسه الباراسيتامول، بس اثنينهم عندهم نفس الجينريك نيم، هاي حاله خاصه. الباراسيتامول برضه هو نفسه البنادول، بس البنادول اسم تجاري والباراسيتامول هو عباره عن اسم علمي. فنشوف الصوره هاي الدواء، انتوا يعني هسه لو كلكم فاضيين بس روحوا عندكم كلمه الدواء، بتلاقي في عندك اسمين، اسم بالخط البورد العريض هذا اسم تجاري حسب الشركة المصنعة، وفي عندك اسم صغير بيكون هذا بيكون الجينريك نيم او الاسم العلمي، تمام؟ الان خلصنا النومنكليتشر. اذا حابب تركز هون ركز على بس الخصائص، يعني الكيميكال نيم مين بيستعمله وايش خصائصه، انه طويل وصعب تحفظه وصعب مثلا تتذكره. كمان غير الخصائص بس اعرف انه والله الاسيتا امينوفين والباراسيتامول هم نفس الدواء، وعندهم يعني الدواء نفسه يعني عنده تو جينريك نيمز، هاي حاله خاصه. بالعاده اغلب الادويه عندها اسم علمي واحد الا الاسيتا امينوفين والباراسيتامول، نفس الدواء بس عنده اسمين علميات. الان نكمل بهاي المحاضره ونحكي عن الدرج سورسز. ايش معنى سورس؟ معنى سورس مصدر. اكيد ما في دواء بالدنيا يعني بتلاقيه من العدم، في عندنا مصادر بيجي منها الادويه. بيقول لك انه هاي المصادر اما بتكون ناتشورال طبيعيه او سينثيتك. منطقيا ناتشورال انت هو ما دخلت، انت بتستخرجه استخراج، بتعمله اكستراكشن. سينثيتك انت بتضطر تعدل عليه، يعني بتستخرج الماده وبتضطر تعدل عليها داخل المختبرات. هسه ايش هاي الناتشورال سورسز او المصادر الطبيعيه
أول مصدر طبيعي اللي هو البلانتس أو النباتات. ترى النباتات عبارة عن مصدر كثير مهم للأدوية، لدرجة إنه اللي بعرف ناس بقي يعني بدرس الصيدلة في عندهم ثلاث مواد أتوقع أو ثلاث مادة بثلاث مستويات اسمها الفايتو. هاي مادة بس إنه والله كيف النباتات بتطلع منها أدوية. طيب، فأول مصدر هو البلانت سورس أو المصدر النباتي. أمثلة، الأمثلة مش للحفظ، هاي إن شاء الله تعالى راح تاخذوها بالسنين الجاية وراح تقرا في الأدوية وراح تعرف كل دواء إيش وظيفته. أول مثال على دواء بستخرجه من النباتات هو المورفين. المورفين عبارة عن دواء بسموه أفيون أو مهدئ مخدرات. هذا المورفين هدفه الرئيسي إنه زي أنالجيسك، شو يعني مهدئ؟ يعني بيجي من الألم، تمام؟ شو مصدره؟ نبتة اسمها البوبي بلانت أو بالعربي زهرة الخشخاش. فهاي الأدوية بسموها الخشخاشيات أو الأفيونات. كمان دواء مصدره نباتي، دواء إن شاء الله راح نأخذه في المحاضرة الرابعة أو الخامسة، لأنه السنة هاي معطينكم محاضرات الـ ANS الـ Autonomic Nervous System في الفيرست. اسمه الأتروبين. هذا الدواء إن شاء الله لقدام راح تعرف إنه دواء سحري له كثير استعمالات. هذا الأتروبين بيجي من نبتة اسمها الأتروبا بيلادونا. هاي النبتة بالعرب اسمها نبتة الفتاة الجميلة، The Beauty Lady Plant. فهذول الدوين عبارة عن دوين أخذتهم من مصدر واحد اللي هو مصدر نباتي. ثاني مصدر اللي هو المصدر الحيواني. زي مين؟ زي الإنسولين. الإنسولين بالعادة له نوعين، إما بيكون حيواني إما بيكون مهندس جينيا. هسه الإنسولين اللي بيجي من الحيوانات بالعادة بأخذه من بنكرياس البقر. طب رأيكم الإنسولين لمين بيستعمل؟ يستعمل الإنسولين للناس اللي بتعاني من إيش؟ سكري، سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني. ثالث مصدر طبيعي، ركز معي، ثالث مصدر طبيعي اللي هو المايكرو أورجانيزمز اللي هم الميكروبات. تعرف إنه بتقدر تطلع أدوية من الميكروبات زي المضادات الحيوية. البنسلين عبارة عن أول مضاد حيوي تم استكشافه. هذا الأنتيبيوتيك، هذا المضاد الحيوي، إجا من فطر اسمه البنسلم. فالبنسلين is extracted from the penicillin fungi. وكمان في عنا أدوية ثانية برضو مضادات حيوية من نفس العيلة طبعا، هاي إن شاء الله بالسكند، اسمها السيفالوسبورنز، برضو بتيجي من نوع فطريات معين. رابع مصدر طبيعي، لما أقول طبيعي يعني ما دخلت فيه بستخرج استخراج، اللي هو الـ inorganic compounds أو بين قوسين الـ mineral sources. معنى mineral sources يعني المصادر المعدنية، أوكي؟ معادن مركبات غير عضوية، زي دواء اسمه الفيروس سلفيت. هذا مش دواء، هذا هو دواء فعليا ماشي، بس سموه سبليمنت مكمل. هذا بنعطى للناس اللي تعاني من الـ IDA أو بسموها الـ iron deficiency anemia أو أنيميا نقص الحديد، تمام؟ لأنه ما عنده حديد فلازم أعوضه بحديد، أنتوا كيف؟ هاي بالنسبة للمصادر الطبيعية. الآن في عندي المصادر غير طبيعية أو synthetic sources، في عندي الكيميكال sources. دكتورة ذكرت إنه هذا أكثر مصدر راح يعني أكثر مصدر بصنع فيه أدوية أو بجي فيه أدوية اللي هو الكيميكال، كيميائي. زي مين؟ زي الأسبرين. الأسبرين عبارة عن دواء إن شاء الله برضه هتوصل بهاي المادة، بسموه أنسيد، عبارة عن دواء ضد الالتهابات، أوكي؟ يعني بمنع بشكل عام. الاستعمال الرئيسي للأسبرين هو حماية القلب، بمنع الجلطات وإلى آخره. وكمان مين؟ الباراسيتامول، صح، لنفسه الأسيتامينوفين، لنفسه الأنأسيت البارامينوفينول، لنفسه بنادول، لنفسه ريفانين، لنفسه بندرين، كله نفس الدواء بس اختلفت التسمية. طيب آخر مصدر مصنع وآخر مصدر بين المصادر اللي هو البيوسينثيتك سورس، بين قوسين جينيتك انجينيرينج، هندسة جينية. هون أنا بضطر أني أعدل جينيا بعض الجينات باستعمال بعض الريكومبينان دي ان اي موليكيولز، بعدل على الدي ان اي عشان أصنع أدوية زي الإنسولين المصنع جينيا. أنا قلت أنه الإنسولين له صورتين، المصنع جينيا واللي بيجي من الحيوانات. هذا المصنع جينيا ليش يعني زي الناس أو عفوا العلماء اضطروا يلتجوا لهذه الطريقة؟ لأنه بقول لك أنه فعليا لما تصنع الإنسولين بهذه الطريقة وما تستخرجه من الحيوانات، أنت هون وفرت وقت وبنفس الوقت أنتجت كميات كثير كبيرة. طيب هذا بالنسبة لمصادر الأدوية. بعيد بكرر، هاي الأمثلة مش للحفظ، ما بيجي سؤال بقول لك مثلا المورفين شو مصدره، بس للي حاب يجيب يعني 31 من 30 يحفظهم. يعني نكمل الآن نحكي عن موضوع كثير مهم في المحاضرة، وتقريبا هو يعني أكبر موضوع في المحاضرة. إيش اسمه Roots of Administration؟ معنى Roots of Administration طرق إعطاء الدواء. Roots of Drug Administration means the way by which a drug enters or administer into the body. الطريقة اللي بدخل فيها الدواء للجسم. In the form of liquid، ممكن هذا الدواء اللي دخل الجسم يكون سائل
او يكون غاز او يكون صلب. اوكي، ممكن هذا الدواء يكون نعطى انترنالي لداخل الانسان او اكسترنالي لبرا جسم الانسان. كيف يعني لبرا جسم الانسان؟ زي المراهم، زي اللزقات. كيف؟ وبالنهايه لما الدواء يدخل، سواء كان سائل او غازي ولا كان صلب، سواء كان داخلي ولا خارجي، لازم يعمل ايش؟ الافكت. فاعرفوا بس شغله انه الروتس اوف درج ادمنستريشن معناتها طرق اعطاء الدواء. هون الامانه بيجي كثير اسئله ولازم تصحصح، وسهل كثير مش صعب ان شاء الله، بس لازم تصحصح لان نحكي عن شغله كثير مهمه كثير مهمه كثير مهمه. بسم الله، هون ببلش فهم الصح. في عندي مصطلح اسمه البيو افيليبيليتي. معنى بالعربي بيو افيليبيليتي، راح احكيها جمله وانت تتمعن فيها. معنى كلمه بيو افيليبيليتي بالعربي كمية الدواء اللي بتوصل الدم بشكل غير متغير. كيف يعني؟ فرضا انا معطيك جرعة مقدارها 100 ملغرام، حلو، حبة مثلا 100 ملغرام، اعطيتك اياها اورالي عن طريق الفم، وصل منها بس للدم، ركز معي، للدورة الدموية 80 ملغرام. لو تلاحظ المفروض الجرعة كم تكون؟ 100. فالمفروض وصل كم؟ 100، بس كم وصل؟ 80 ملغرام. فبيو افيليبيليتي معناتها انه كم الدواء اللي وصل للدم بهاي الحاله 80 ملغرام. فعشان هيك البيو افيليبيليتي بهاي الحاله بتكون 80%. طيب شو السبب اللي خلى انه البيو افيليبيليتي مش 100%، انه كميه الدم الواصله ما كانت 100%؟ شو السبب؟ احيانا الادويه اللي بتنعطى اورالي او غيره ممكن تكسر، صح ولا لا؟ عشان هيك في عندك مصطلح اسمه الفيرست باس افكت. بس قبله بيو افيليبيليتي مره ثانيه معناتها كمية الدواء، how much of drug unchanged، اللي ما تغيرت واللي وصلت systemic circulation، اللي وصلت البلد. شو الأسباب اللي بتخلي كمية الدواء اللي وصلت الدم مش زي الجرعة، أقل بشوي؟ اللي هو first pass effect، بسموه التأثير الأولي. شوف يا جماعة، في صورة هنا بديك تفهموها، حلو؟ هسه هنا في عندي المعدة، صح ولا لا؟ هون في عندي الأمعاء، وقبل المعدة في عندي الإسوفيكس المريء. انا فرضا اعطيت دواء اورالي، شنو اورالي؟ عن طريق الفم، فاكيد الانسان لازم يبتلعه بعديها للمريء وبعديها للمعده. فممكن مثلا المعده تكون فيها احماض، وهاي الاحماض دمرت جزء معين من الدواء، صح ولا لا؟ فهي الجرعه قلت، فكميه الدم الواصله، عفوا كميه الدواء الواصله للدم قلت. هذا اول سبب. ثاني سبب وكثير مهم، وهي اكثر طريقه بتكسر الادويه واكثر طريقه بتقلل من البيو افيليبيليتي، اللي هي يا جماعه ركزوا معي، انه بالعاده اخذناها بالفسيو، هاي المفروضكم عارفينها، انه بالعاده الامعاء بشكل عام بتكون مرتبطه مع الكبد. يعني اي ماده بيتم امتصاصها في الامعاء لازم تروح على الكبد بعديها على سيستميك سيركوليشن. فانا لو مثلا ماخذ دواء عن طريق الفم اورالي، حلو، هسه لما الدواء يوصل للامعاء ويصير له امتصاص، حلو، مفروض انه يمر بالكبد، يعني بعد ما امتصه وبعديها على الدم، فهذا الكبد مصيبة، ممكن يدمر الدواء. وضحت كيف؟ فالفيرست باس افكت انه احيانا لما تعطي الدواء اورالي او اي طريقة خاصة بالجي اي تراكت، الجهاز الهضمي، ممكن يتكسر، سواء عن طريق المعدة، عن طريق الامعاء، او ممكن بشكل رئيسي عن طريق مين؟ الكبد. فهاي التعمليات كلها بسموها الفيرست باس افكت. الان سؤال بسأله وفكر فيه، وقف فيديو بعدها جاوب بعدها اسمع، ايش العلاقة ما بين البيو افيليبيليتي ما بين الفيرست باس افكت؟ هل هي علاقة طردية ولا علاقة عكسية؟ يعني إذا زاد الفيرست باس افكت شو بصير بالبيو افيليبيليتي؟ راح تقل، علاقة عكسية. هسا أنت معدت جرعة مقدارها 100 ملغرام، حلو؟ فالمعدة كانت تكسر مثلا 20، والكبد كسر 10، كم وصل؟ 70. فمعناته كل ما زاد التكسير كل ما قلت الجرعة الواصلة للدم، صح ولا لا؟ فكلمة first pass effect أو المصطلح معناته إنه the metabolism of some drugs in single passage through the liver and the gut wall before reaching the systemic circulation. يعني بعض الأدوية بتتكسر وهي مرة بالكبد وبالأمعاء قبل ما توصل الدورة الدموية الكبرى. فتذكروا لآخر مرة، كلمة bioavailability معناتها كمية الدواء اللي عطيتها ووصلت الدم بشكل غير متغير. طب شو معنى 100% بيو افيليبيليتي؟ معناته انه اعطيت الجرعه 100 ملغرام مثلا، واللي وصل 100 ملغرام، ما تكسر شيء. وضحت؟ طيب not all the dose that we take، بقول لك انه هون تعليل للفيرست باس افكت، انه مش كل الجرعه اللي بناخذها بالعاده توصل للسيستميك سيركيوليشن، يعني مش كل الجرعه بتوصل. some of it will not be absorbed and some of it will be metabolized. احيانا ما بقدر امتص الجرعه كامله، احيانا بتكسر شوي منها. وضحت كيف؟
وهذا الاشي بيقلل البيو افيليبيليتي. اوكي، فالاخر مره البيو افيليبيليتي كميه الدواء الواصله للدم بشكل غير متغير، ما صار عليها تغيير، ما تكسرت. اعطيت مثلا 100 ملي جرام وقلت لك انه البيو افيليبيليتي 90%، معناته 90% من الجرعه اللي اعطيتها وصلت الدم وهي سليمه. الان بلش بموضوع المحاضره الممتع واللي عليه كلام برضو بصم وكثير كثير مهم، اللي هي طرق اعطاء الدواء. بالعاده في عندك ثلاث تقسيمات رئيسيه. التقسيم الاول اللي هو الانترال روتس او الانترال روتس، هاي عباره عن طرق اعطاء الدواء بتكون داخل الجهاز الهضمي، حلو، ولها علاقه في الجي اي تراكت، فبتكون ريليتد تو ذا جي اي تراكت. في عندنا اشهر طريقه اللي هي الاورال روتس. اوكي، مره ثانيه، اول طريقه رئيسيه اللي هي الانترال روتس، انك تعطي الدواء للجهاز الهضمي. فاشهر طريقه من كل الطرق اللي هي الاورال روتس، انك تعطي الدواء عن طريق الفم، انه الانسان يعمل سولوينج، يبتلع اللي هو الدواء. فهمتوا كيف؟ بالعاده برمزوا لها بين الدكاتره وبين بين الـ يعني ناس دارس فارما بكلمه بي او. بالعاده ان شاء الله قدام لما تاخذ محاضرات حيصير يقول لك انه مثلا دواء الفلاني اكس مثلا بنعطى بي او، يعني بنعطى اورالي. كلمه بي او معناتها بير اوس، يعني بنعطى اورالي. اوكي، فالاورال روت هي الموست كومن واي. شو معنى ميديكيشن دوزج فورمز؟ يعني صور الدواء. بالعاده الدواء بيكون اما سوليد اللي بنعطى عن طريق الفم، او بيكون ليكويد. ممكن تاخذ دواء سائل للفم او تاخذ دواء صلب، صح ولا لا؟ شو سوليد فورمز؟ في عندك تابلتس زي بنادول، صح ولا لا؟ كابسولز زي مثلا اللي هي المضادات الحيويه، تعرفوا هذا الدواء اللي بيكون حبه نصها احمر نصها اسود، يعني معروفة كثير. هاي بتكون عبارة عن اللي بسموها الأموكسيسيلين، هذا عبارة عن مضاد حيوي كثير مشهور. اوكي، هاي هي الكبسولز. كمان تشيوبل تاب، شو يعني تشيوبل تاب؟ يعني عبارة عن زي علكة، اشي بتعمله تشيوينج، تمضغه. كمان باودرز، احيانا في عندك كمان الافيرفيسنت جرانيولز. هسا شو تحفظ؟ بس احفظ انه لما اقول لك مثلا التابلتس والكبسولز من اي طريقة بتقول له اورالي. حتى الدكتورة باخر محاضرة حطت سؤال انه والله السيرب مثلا او التابلتس او الكبسولز من اي روت؟ بتقول له اورالي. هاي بالنسبه للسوليد فورمز. في عندك كمان الليكويد فورمز. الليكويد فورمز زي السيربس، سيرب معناته شراب. اوكي، زي مثلا الدواء الادول بتعرفوه البرتقالي. سسبنشنز معناته يا جماعه الادويه اللي بدها حل، اللي بتخذها يكون طعمها مر وسيء عشان ايش؟ تركزها. والاورال دروبس، قطرات داخل الفم. طيب شو المهم كثير، يعني بكل روت لازم تكون عارف الادفانتج والديس ادفانتج. يعني في عندي ايجابيات لهي الطريقه، في عندي سلبيات. هسه برايكم شو اهم ايجابيه لهي الطريقه؟ انها فيري ايزي. يعني هسه انت لما مثلا يجيك مريض وتخيره انك تعطيه الدواء هذا اورالي ولا مثلا بالوريد ابره، يعني اكيد هو مغمض راح يقول لك اورالي، يبتلع حبه ولا مثلا والله ياخذ ابره، وهيك كل الناس يعني. فاول ايجابيه للاورال روت اللي هي الكونفينينس، انها مقنعه والله وسهله، فبتكون ايزي تو تيك. كمان تكون تشيب، تكون رخيص السعر، وبرضه good for children، جدا جيدة للأطفال. حلو؟ طيب شو سلبيات الأورال روت؟ كثير مهمة. أول سلبية اللي هي الباد تيست. بالعادة الأدوية بتنعطى أورالي بيكون طعمها سيء شويتين، بيكون بيتر مر. كمان شغلة كثير مهمة، جدا مهمة، ممنوع تعطي أوكي دواء أورالي لواحد unconscious. شو يعني unconscious؟ يعني فاقد الوعي. فبقول لك إنه الأورال روت is contraindicated in patients أو in unconscious patients. كلمة contraindicated معناتها ممنوع، مانع استخدامه، احفظوها هاي ان شاء الله بتمر كثير بالمادة. كلمة contraindication او contraindicated يعني ممنوع تعطي الدواء، حلو، او مانع استخدامه. فالاورال روت اللي هي طريقة اعطاء الدواء عن طريق الفم ممنوعة للناس اللي هم فاقدين للوعي. ليش برأيكم؟ لانه في عندنا خطر للاسبيريشن، ممكن يتشردك. كلمة يتشردك يعني والله مثلا مادام يدخل بالمريء تدخل بالرئة، انتو كيف؟ وكمان ممنوع تعطي الاورال روت للاميتيك بيشنتس. كلمه اميتيك من كلمه ميسز، ميسز معناتها فوميتنج، يعني الناس اللي بتقيؤ. ليش؟ لانه هي شوف كيف الصوره، هاي اخذ الدواء حلو ومعه تقيؤ على الفاضي، برجع مره ثانيه، يعني زي كانك يا ابو زيد ما غزيت يعني على الفاضي، انت كيف؟ فممنوع تعطي الطريقه هاي للناس اللي فاقدين للوعي، لانه في عندنا ريسك للاسبيريشن اللي هو يتشردق، او للناس اللي معهم فوميتنج لانه على الفاضي راح يستفرغ الدواء فما راح ياثر الدواء. كمان هاي كثير مهمه، هاي سؤال امتحان
ركزوا فيها منيح. الاورال روت عندها فاريبل بايو افيليبيليتي. شو معنى فاريبل بايو افيليبيليتي؟ يعني البايو افيليبيليتي بتكون متغيره، يعني بين قوسين سيئه. ليش؟ لانه بالعاده الدواء اللي بنعطى اورال بمر بالمعده وبالكبد، فاكيد راح تكسر جزء منه. ولازم تكون حافظ شغله كثير مهمه، لو قال لك الامتحان مين اسوء طريقه من ناحيه البايو افيليبيليتي، اللي عندها اللوست بايو افيليبيليتي بتقول له الاورال روت. اوكي، شو بتقول له؟ الاورال روت هي أسوأ طريقة من ناحية البيو افيليبيليتي. فلو قال لك مثلا مين أحسن، الريكتال ولا الأورال؟ أكيد الأورال، عفوا الريكتال. الأورال عندها أقل بيو افيليبيليتي. شو معنى أقل بيو افيليبيليتي؟ يعني أقل كمية واصلة للدم بشكل سليم. فتذكروا بالله إنه الأورال روت عندها اللوست بيو افيليبيليتي. خلصنا الآن اللي هو الأورال روت، سواء كان كصور إعطاء ولا كان كإيجابيات ولا كسلبيات. لازم تحفظ كل طريقة إيش إيجابياتها وإيش سلبياتها. وللناس اللي أول مرة يجربوا الشرح أو الورق، الأزرق مش بس زي اسمك، يعني الأزرق لازم يوميا تسمعه لحالك. طيب الآن ثاني طريقة من الانترال روت، يعني من الطرق المتعلقة في الجهاز الهضمي، اللي هي الريكتال روت، عن طريق الريكتم. ريكتم معناتها مستقيم، يعني بين قوسين عن طريق فتحة الشرج. شو الميديكيشن دوزج فورمز؟ يعني الأدوية شو بتكون؟ إما بتكون سيمي سوليد فورمز، يعني زي شبه صلبة، زي السبوزيتوري. سبوزيتوري معناتها تحميله، أو أوينتمنت اللي هو المراهم. أوكي، الدكتورة ذكرت إنه والله الأوينتمنت بنعطى بحالة حالة البواسير الهيمورويدز. وكمان الصورة الثانية اللي هي للدوزج فورمز أوف ذا ريكتال دروجز اللي هي الليكويد فورمز، سوائل، زي إيش اسمه إنيما سوليوشن. كلمة إنيما سوليوشن معناتها الحقن الشرجية أو السائل الشرجي. هون أنا بعطي سائل للشرج للريكتم، وبالعادة بيكون استعماله للكونستيبيشن، لحالات الإمساك، لأنه هاي السوائل بتزيد من البول أكتيفيتي، بتزيد من نشاط القولون. فلما يزيد نشاط القولون الإنسان بيبطل معه إمساك، بصير قادر إنه يعمل ديفيكيشن، إنه يتبرز على السريع. هذا هو السيرب، هاي طرق إعطاء اللي هي الميديكيشن دوزج فورمز، وهاي عبارة عن شو برايكو؟ هاي اللي هي الإيفيرسنت جرانيولز. أوكي، دواء بتحله حل. أوكي، طيب الآن نحكي عن إيجابيات الريكتال روت. أول إيجابية إنه والله زي الأورال، تشيب، رخيص السعر. كمان هاي كتير مهمة، فوق قلنا إنه الأورال روت ممنوع 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 تستعمل دواء أورالي لواحد أنكونشنس أو واحد مع فوميتينج، لأنه ممكن يتردق أو ممكن يتقيأ وما يستفيد من الدواء. بس عادي بقدر أعطي الناس اللي فقدين للوعي أو الناس اللي عندهم فوميتينج أو الأطفال أدوية ريكتالي، فكثير مهم هاي. useful for unconscious patients، عادي واحد مغم عليه اعطيه الدواء اذا كان بينعطى ريكتالي. وكمان للبيدياتريكس، للبيدياتريكس اللي هم الاطفال. اوكي، الاطفال وبالعاده اصلا التحاميل بتكون لمين؟ للاطفال. وكمان في حالات التقيؤ. سلبيات الريكتال روت، اول شغله نفس الكلام، عنده فاريبل بايو افيليبيليتي، ولكن شو كاتب؟ higher than oral. يعني لو اقارن بين البايو افيليبيليتي للريكتال روت والبيو افيليبيليتي للاورال روت، فالريكتال روت افضل. هاي تذكروها، لو قال لك مين اسوأ وانت مغمض تقول له اورال. اوكي، لانه بالعاده الاورال بيمر بالمعده وبعديها بالكبد وبالامعاء. اما في هون صوره دكتور حطيت حلوه الناس يحطها. المهم خلينا نرسمها على السريع. هاي مثلا المعده، اوكي، وهي هون عند الامعاء، وبالنهايه طبعا هون الامعاء الغليظه، وبالنهاية شو عندي؟ الريكتم، صح ولا لا؟ هون الريكتم. هسه لما تعطي الدواء اورالي راح يمر بالمعدة وبالامعاء، بعديها وين؟ على الكبد، بعديها على الدم. بس لما تعطي الدواء ريكتالي ممكن اصلا ما يروح على الكبد، ممكن على الدم دغري، واصلا ما راح يمر في المعدة. فاولا بيمرش بالمعدة، فما راح يتكسر بحموضة المعدة، وممكن ما يمر على الكبد وراح على الدم دغري. عشان هيك فالريكتال روت كبيو افيليبيليتي افضل من الاورال روت. ذكروها والله، اسوأ روت من كل الروت اللي لسه ما ذكرتهم اصلا هي الاورال روت، لانه عندها اللوست بيو افيليبيليتي، يعني كميه الدواء الواصله للدم بشكل سليم بتكون بالعاده مش قليله، بس مش بجوده او بكميه الطرق الثانيه. طيب ثالث طريقه بتكون انترال والاخيره، يعني متعلقه في الجهاز الهضمي، اسمها سبلينجوال روت. شو معنى سبلينجوال؟ كلمة سبلينجوال معناتها تحت اللسان. هون الدواء بنحط تحت اللسان وبطلب من الشخص انه يمتصه. انتو كيف؟ في دواء كثير مشهور للناس اللي بيعانوا من القولون العصبي، من الغازات،
بسموه دي فلات. هذا دوايا تاخذه اورالي بتبلعه او تحطه تحت اللسان وبتمتص الدواء. هسا بالعاده السب لينجوال دراجز الادويه اللي بتنعطى تحت اللسان حلو بكونوا بالعاده صورتهم على شو على شكل تابلتس. اوكي مثال دكتوره يعني نوهت عليه بس قالت يعني قدام ان شاء الله حتاخذوه دواء اسمه النيتروغليسرين. هذا النيتروغليسرين عباره عن دواء بنعطى سب لينجوالي يعني الانسان اللي حاب ياخذ نيتروغليسرين بقول له خذه بس خليه تحت اللسان. طيب شو استعماله؟ مرض اسمه الانجينا بيكتوريس او الانجينا بيكتوريس بالعربي الذبحه الصدريه. مش مطلوب منكم يعني هذا تعرفوا سنه ثالثه بس شو الفكره انه هي القلب هي هون القلب عباره عن كم حجره 4 2 3 4. هسه بتعرف انه القلب يغذى عن طريق الشرايين تاجيه صح ولا لا؟ فالذبحه الصدريه انه الشريان التاجي سكر او ما سكر عفوا ضيق فبطل يوصل دم للقلب كفايه فالانسان راح يعاني من اعراض منها انه والله في عنده الم في الصدر والم في الكتف والاخري. فالنيتروغليسرين عباره عن دواء بنعطاه تحت اللسان سبلينجوري للانجينا بيكتوريس. ايش الادفانتجز او ايجابيات هاي الطريقه؟ كثير مهمه. عندهم رابيد اونست اوف اكشن. كلمه اونست اوف اكشن اكتبوها لانه راح ناخذها ان شاء الله بعد محاضرتين. كلمه اونست اوف اكشن بالعربي الوقت اللازم لبدء التاثير يعني كم بدي وقت عشان الدواء يبلش يشتغل حلو. اما الكلمه الثانيه ديوريشن اوف اكشن بسموها مده تاثير. فبالله ميزوا بيناتهم. كلمه اونست اوف اكشن معناتها الوقت اللازم لبدء التاثير. كلمه ديوريشن اوف اكشن مده التاثير. فاول ايجابيه من ايجابيات السبلينجوال روت انها بتشتغل بسرعه. يا جماعه بتعرفوا شغله هسه الناس اللي بصيبهم ذبحه صدريه انجينا بيكتوريس على طول بكون معهم هاي الحبه باخذوها 5 دقائق 3 دقائق امورهم تطيب فكثير سريع بالتأثير. كمان السبلينجوال روت عنده هاي بايو افيلابيليتي. ليش؟ لانه ما في عندي فيرست باس افكت. هاي الدواء نحط هنا تحت اللسان تحت اللسان في عندي زي مجموعه اوريدي بسموها الناس شو اسمه الفينز بسموها فينز ناس الاسم بالضبط. فهون الدواء كله اصلا ما مر على المعده ولا على الكبد ولا لا دغري على الدم. فلانه ما في عندي فيرست باس افكت فعندي البايو افيلابيليتي هاي. وهذا بدعم كلامي انه العلاقه ما بين الفيرست باس افكت التكسير الاولي والبايو افيلابيليتي علاقه عكسيه. سلبيات السبلينجوال روت الاولى انه عندهم طعم مر باد بيتر تيست. كمان شغله يا جماعه زي الاورال صح ولا لا؟ انه شخص انكونشس هل بتعطيه دواء للفم؟ لا طبعا لانه في عندي ريسك اوف اسبيريشن ممكن انه لا سمح الله يتشردك فيه انه والله يدخل الدواء على التريكي على القصب الهوائيه ويدخل للرئه ويعمل مشاكل. وضحت؟ طيب هذا بالنسبه للانتيرال روت. الدكتوره حكت كلمه زياده قالت انه لو الانسان مثلا كان ماخذ نيتروغليسرين النيتروغليسرين كان عباره عن دواء بنعطى سبلينجوالي تحت اللسان راح ابتلعه شو بصير؟ ولا شيء بصير الدواء اورالي فبتعرض للفيرست باس افكت فبتقل البي افيلابيليتي والى اخره. الان نتكلم عن ثاني طريقه اعطاء. نرجع الانترال روت لها علاقه بالجي اي تراكت يعني في الجهاز الهضمي او في القناه الهضميه. قلنا في عندنا الاورال روت في عندنا الريكتال روت في عندنا ايش السبلينجوال روت. ذكروا كل طريقه ايش الايجابيات والسلبيات كل طريقه في لها ايش مميزها. يعني مثلا الاورال روت اهم شيء مميزها اللي هي السلبيه هاي انه والله عندها اقل بايو افيلابيليتي. الريكتال روت اللي مميزها انه عادي تعطيها لشخص غير واعي او لمثلا واحد معه تقيؤ. السبلينجوال اوكي انا اتوقع اني ناس اقول شغله احدى انا لاني ذكرت اني مش محدد هنا. احدى سلبيات الريكتال روت اللي هي الريسك اوف اريتيشن خطوره او في عندي خطر انه والله المنطقه تتهيج. احيانا الانسان اللي باخذ دواء للريكتم ممكن يصير عنده تهيج في القناه الشرجيه. طيب واللي بميز السبلينجوال روت انه بالعاده عندها رابيد اونست اوف اكشن وما عندها فيرست باس افكت. اوكي الان ثاني عيله او عفوا ثاني تقسيمه من اعطاء الدواء بسموها البارنترال روت. بارنترال كلمه بارنترال انه والله خارج الجهاز الهضمي. هون انت ولا بتمر او ولا بتسمع عن الجهاز الهضمي يعني هون الدواء ما له علاقه لا بالمعده ولا راح يمر في الكبد ولا في الامعاء. لا شوف يا جماعه شو امثله هاي الروت. الاي في اي في معناتها انترافينس داخل الوريد. اي ام معناتها انتراماسكولار داخل العضل. سبكوتينيوس تحت الجلد بيرمزوا لها بالرمز SC. مثال على دواء بنعطي سبكوتينيوس اللي هو الانسولين معروف. انترا ديرمال معناتها داخل طبقات الجلد.
اوكي داخل الابيديرمس والديرمس للدم. انترا ارتكيولر كثير مهمه، معناتها لوين؟ للارتكيوليشن، لمنطقه اتصال المفاصل. اكتبوا عندكم جوينتس او انتو جوينتس، في صوره انا احطها تلاقي انه هون في عندك هيك ركبه، اوكي حاطين ابره زي هيك، فالابره اذا كان داخل جوا الركبه معناتها انترا ارتكيولر. كمان انترا ثيكل، انترا ثيكل معناتها للي بتذكر فيسيو عند السب اراكنويد سبيس، يعني عند السريبرو سباينال فلويد. واخر طريقه اللي هي الابيديورال. سؤال، هل برايكم الابيديورال تختلف على الانتراثيكل؟ لا طبعا عم تختلف. الانتراثيكل للسب اراكنويد سبيس عند السي اس اف، ابيديورال فوق الديورا ماتر، يعني لسه ما دخلت الديورا عفوا ولا الاراكنويد ولا البيا، فوق الديورا. اوكي كمان شغله الدكتوره نوهت عليها، اعرفوا زوايا الحقن. هسا انت اذا حاب تعطي مثلا واحد دواء انترامسكولر لازم تكون الزاويه كم؟ 90 بصم. فالانترامسكولر لازم تكون زاويه كم؟ 90 طبعا مع محور الجسم. اذا حاب تعطي الانسان مثلا دواء سبكوتينيوسلي تحت الجلد 45، اي في 25، انتراديرمال 15، تمام؟ فهي ركزوا عليها. هاي الصوره برايكو ايش؟ انتراديرمال، لو تلاحظ تقريبا زاويه 15. طيب نكمل. هسا هاي كثير مهم يا جماعه، بالعاده الادويه اللي بتنعطى انتراديرمال بيكونوا يا اما فاكسينز لقاحات يا اما الليرجيك تيستس. ايش معنى الليرجيك تيست؟ فحص حساسيه، زي مثلا فحص حساسيه البنسلين. هسه بالعاده لو الواحد حاب ياخذ مضاد حيوي، مثلا انا صابني التهاب بكتيري فالدكتور وصف لي بنسلين مضاد حيوي، قبل هيك لازم الدكاتره يتاكدوا انه ما معي حساسيه من هذا المضاد الحيوي، فبيعطوني جرعه قليله بتكون لو دوز، كثير بتكون قليله لو دوز، وتكون انتراديرمال حلو وبزاويه 15 عشان يعرفوا هل معي حساسيه من هذا الدواء ولا لا. لانه لو معيش خذ الدواء حبه او شو ما كانت طريقه اعطائه، اذا معي لا اخذه. كيف بعرفه؟ بيعطوا هالدواء انتراديرمال بزاويه 15 جرعه واطيه. اوكي اذا صار في عندي هنا مثلا احمرار وتهيج معناته عندي حساسيه من البنسلين. فدائما تذكروا الادويه اللي بتنعطى انتراديرمال بالعاده بتكون اما فاكسينز لقاحات او اما فحوصات للكشف عن حساسيه دواء معين. طيب ايش ايجابيات البرنترال روتس؟ انا اقول شغله، دائما اربطوا كلمه برنترال بالانجكشنز، بالعاده بيكونوا حقن، بس حقن خارج ايش؟ خارج الجهاز الهضمي. ايش ايجابيات البرنترال روتس؟ اول ايجابيه انه جدا مفيده للناس الانكونشس، لانه انت هون انسان مش واعي، فاعطيه ابره ولا بدري عن الدنيا ولا بتشردق ولا عباله. فجدا مفيده للناس الانكونشس، الناس اللي مثلا داخلين غيبوبه والناس اللي فاقدين وعي. كمان بتعرف انه بالعاده الاي في تحديدا بعديها الاي ام اسرع طريقه في الاونست اوف اكشن، الرابيد افكت كثير سريعه. ترى في ادويه بيقعد يعني في ادويه بتحتاج بس ثواني تاثر، تخيلوا يعني بس عد 5 ثواني وانها اسرع. اوكي هذا المثال ان شاء الله هتاخذوه في سادس محاضره اتوقع لما تاخذوا عن الاي ان اس. هسه اعطيكم مثال على دواء بنعطى انتراماسكولار وبكون كثير سريع، دواء اسمه الادرينالين او الابينفرين بسموه الابيبن. هسه متى بعطي انتراماسكولار؟ في حال اسمها الانفلاكتيك شوك. طيب عشان اسسكم منيح بالماده، كلمه شوك وين ما كانت معناتها لو بلد بريشر، لو شفتها بالمايكرو ولا بالباث ولا بسنة رابعة كلمه شوك معناتها لو بلد بريشر يعني هايبوتنشن. هسه هذا الشوك انخفاض ضغط الدم له انواع، منه الانفلاكتيك شوك. انافلاكتيك شوك معناتها صدمة الحساسية، يعني انخفاض ضغط الدم بسبب حدوث حساسية. شو الفكرة؟ الانسان بكون في عنده بدمه ايش اسمه؟ الماست سيلز، فيها مادة اسمها الهستامين. حلو؟ هاي الهستامين لما الانسان مثلا ياكل مادة فيها حساسية مثلا او عفوا مسبب الحساسية بسموها اللي هي الالرجين، بيجبر هاي الماست سيلز انها تطلع الهستامين. طيب لما يطلع الهستامين بيعمل فازودايليشن فبيكبر الوعاء الدموي، هذا الشيء بيقلل من ضغط الدم. فممكن يدخل الانسان بشيء اسمه انافلاكتيك شوك، صدمه الحساسيه، انخفاض ضغط الدم بسبب الحساسيه. هل هذا مهم؟ لا، بس إلك يعني الفكره انه لما الانسان يصيبه انافلاكتيك شوك، طبعا هذا الشيء كثير خطير، يعني يكون لايف ثريتنينج، يعني مؤدي بحياه الانسان، ممكن يكون قاتل يعني. فالعلاج اني اعطيه ابينفرين انترامسكولار، ترى بياثر بثواني ثواني وانه بتعالج،
هذا هو الدليل إنه والله البرنترال روتس عندها very rapid effect. كمان هاي الأدوية عندها high bioavailability. وتذكر ذكر 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 الاي في روت عندها 100% bioavailability. والله يوقف الفيديو شوي فكر له إيش، لأنه أنت قاعد تطلب دواء دغري للدم، ما في عندك أصلاً absorption، يعني الدواء خلاص راح من عند المكان الإعطاء للدم دغري، فأكيد كل الجرعة راح تكون بالدم، صح ولا لا؟ ما مرت بالمعدة ولا بالأمعاء ولا إلى آخره. فالآي في روت هي أكثر طريقة عندها الهايست بيو أفيليبيليتي. فنعيد رتب الأفكار، الطريقة إعطاء الدواء اللي عندها اللوست بيو أفيليبيليتي مقارنة بالباقي الأورال روت، بعديها الريكتال، بعديها مش مهم كثير، بس بالنهاية مين أعلى بيو أفيليبيليتي؟ الآي في روت. ذكر 100%، يعني حبيت تعطي إبرة عيارة 10 ملي جرام رح يوصل للدم 10 ملي جرام زي ما هو. طيب إيش سلبيات البرنترال روتس؟ أول سلبية تكون بينفل إنكونفينينت، يعني مؤلمة أوكي وغير مريحة. قلت لك قبل شيء إنه والله تعطي واحد، تخير واحد بين حب الدواء أورالي ولا مثلا مشروب أورالي ولا مثلا إبرة، أكيد رح أقول لك أورالي. فبتكون إنكونفينينت لأنها بينفل، يعني غير مريحة، غير مقنعة للناس لأنها مؤلمة، كمان إكسبنسيف، كمان ريسك أوف إنفكشن. شو معنى ريسك أوف إنفكشن؟ في عندي احتمالية لو الإنسان يأخذ دواء آي في أو بارنترال إنجكشنز إنه ينصاب بعدوى أو بالتهاب. شو الفكرة؟ ممكن تكون الإبرة أو النيدل كونتامينيتد، ملوثة. فعشان هيك الدكتورة قالت بالريكورد إنه دائما 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 لازم تعمل ستيرلايزيشن، تعمل تعقيم للإبرة عن طريق الكحوليات. وضحت؟ آخر سلبية للبارنترال روتس إنه عشان تأخذها لازم يعطيك إياها واحد متدرب، used أو administered by trained person، يعني لازم تستعمل أو تعطى عن طريق شخص خبرة. يعني بالعادة أنت تقدر تأخذ دواء أورالي ولا مرهم، صح ولا لا؟ أو مثلا شو ما كان قطرة، بس صعب تأخذ دواء كإبرة، صح ولا لا؟ آخر شغلة بتخص البرنترال فورمز، بدي أقارن الآن ما بين صورتين لإعطاء الدواء. هو طرادات الله يسامحه شكله قاص صورة، أنا إن شاء الله يعني تعرف خلاص ما شورانا. بس قبل هيك في عندي مصطلحين، في عندي الأمبيولز وفي عندي الفيلز. أنا بقول يعني إنه الصور اللي فوق بذكر كان موجودات. المهم الآن تقارن ما بين الأمبيولز والفيلز. هسا الأمبيولز بالعربي الأمبولة، الفيلز صورة ثانية من إعطاء الأدوية الإنجكشنز. هسا الأمبيولز هاي جماعة شايفينها، هاي الجزايز اللي بتنكسر من هون أوكي. فالأمبيولز عبارة عن جلاس كونتينر، عبارة عن زي حافظ للدواء، بكون إيش؟ زجاجي جزاز. بالعادة الأمبولز أو مش بالعادة، كل الأمبولز بتكون single use، استعمال واحد، اكسرها وكبها، انت كيف؟ وبالعادة بتكون ستيريل دوز، جرعة معقمة كيف؟ single dose. ذكروا الأمبولز أو الأمبيولز أو الأمبولة بتكون استعمالها استعمال مرة واحدة. الفيلز شو يا جماعة؟ الفيلز عبارة عن هيك بتكون برضو قزاز، مش دائما قزاز، هيك بتكون، وعندها من فوق هنا زي غشاء مطاطي بسموه الرابر توب. حلو، فقول لك قاعد انه الفيلز عباره عن جلاس او بلاستيك كونتينر، عباره عن يعني زي حافظ اما بلاستيك او قزاز، ويكون بالنهايه في عنده ايش؟ مطاط، سيلد رابر توب، يعني عباره عن زي غطايه مطاطيه مسكره. بالعاده الفيلز بتكون مالتيبل دوزز، يعني اكثر من جرعه عادي. كمان بقول لك قاعد انه الميديكيشن في الكونتينر يكون ستيريل. واهم شغله بقول لك قاعد انه انت دائما اذا بدك تستعمل الجرعة مرة ثانية، استعملت الفيال مرة ورجعتها واضطريت تستعملها مرة ثانية، حلو، لازم تستعمل ايش؟ نيو سرنج، يعني ابرة جديدة، عشان ما والله تزيد احتمالية انه الانسان ينصاب بالتهاب او عدوى. طيب هذا بالنسبة للبارنترال روتس. الان نحكي عن اخر روتس بسموها الاذر روتس، يعني لا هي انجكشنز حقن ولا هي والله لها علاقة في الجهاز الهضمي. واحد كيف؟ اللي هم اول شغلة توبيكال روت والترانس ديرمال روت. توبيكال معناتها موضعي، اوكي، زي مثلا لما واحد مثلا يدهن وجهه بكريم له علاقه حب الشباب مثلا، حلو. ترانس ديرمال نفس الشيء موضعيا، بس في فرق بينهم. توبيكال يا جماعه، توبيكال روت كله قاعد انه بتعمل لوكال افكت. شو يعني لوكال افكت؟ يعني في بس مكان اعطاء الدواء، حلو. فبالعاده التوبيكال دروجز المراهم مثلا التوبيكال الموضعيه تعطى للاتشينج. اتشينج معناتها الحكه. بعض الناس ترى
زي الناس مثلا اللي بيعانوا من الجرب مثلا، او الناس اللي بيعانوا مثلا من الحروقات، او الناس اللي مثلا بدنا نعملهم لوكال انستيجيا. شو معنى لوكال انستيجيا؟ لوكال انستيجيا معناتها التخدير الموضعي. احيانا بضطر اني اخدر جزء من الجلد موضعيا، فلازم اعطي الدواء ايش توبيكال عشان يعمل لوكال افكت، تاثير محلي. اما الترانس ديرمال نفس الكلام، ترانس ديرمال برضو بعطيها للجلد، بس الفكره انه ترانس ديرمال بعد ما تمر بالجلد بتروح على الدم، عشان هيك بقول لك قاعد انه الافكت بيكون سيستميك. فالفرق الوحيد ما بين التوبيكال والترانس ديرمال انه الترانس ديرمال بكون تاثيره سيستميك، اما التوبيكال بكون لوكال موضعي. طيب بقول لك كمان انه الترانس ديرمال روت از برولونجد او دوريشن اوف اكشن، مده تاثير بتكون برولونجد متطاوله لساعات او ممكن لبعض الادويه لايام. كمان في عندي روت اسمها الاوتيك روت، هاي الاوتيك روت بالعاده للاذن، اوكي للاير. بقول لك قاعد انه الاوتيك دوزج فورم اما بتكون اير دروبس قطرات للاذن او اوينتمنتس مراهم للاذن. في عندي كمان الاوكيولار روت يعني للعين، فبقول لك قاعد انه الاوفثالميك دوزج فورم، كلمه اوفثالميك معناتها عيني او خاص بالعين، اما بتكون اي دروبس قطرات للعين او ايش مراهم للعين. وكمان في عندي النيزل روت يعني للانف، نيزل دوزج فورم يعني اشكال اعطاء الادويه اللي بتنعطى للانف بكون سبراي بخاخ ولا اريجيشن زي ماده سائله او دروبس قطرات. اوكي طيب الان نحكي عن اخر روت تصنف من اذر روت ولها كلام زياده، اللي هي الانهيليشنال. كلمه انهيليشنال معناتها تنفسيا، اوكي يعني انت هنا بتدخل الدواء للرئه للجهاز التنفسي. شو الصور الميديكيشن دوزج فورم؟ في عندك الفولاتايل ليكويدز اند غازز، بالعاده هي بتكون عباره عن سوائل متطايره وغازات. هاي الادويه بتكون ايش تاثيرها سيستميك. دائما 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 بماده الفارما لما يقول لك سيستميك افكت اعرف انه صار الدواء بالدم، كيف وين اثر على الدم على البلد، لانه راع الدم وانتشر لكل الجسم. حلو، زي دواء اسمه الهالوثين ودواء اسمه النايتروس اوكسايد. هاي الادويه الثنتين عباره عن مخدرات عامه. ركز معي في فرق بين مخدر موضعي مخدر عام. برضه هذا كانت رايكم يا جماعه، يعني بالعاده الامثله في هاي المحاضره مش مطلوبه، بس اللي حاب يستفيد ويبني علم قوي في علم الفارما. هسا اشوفه فرق بين لوكال انستاتيك المخدر الموضعي والمخدر العام، انه المخدر الموضعي اولا ما بخلي الانسان يفقد وعيه، اما المخدر العام عباره عن شو؟ مخدر بخليك يغمى عليك تفقد الوعي. كمان شغل هاي معلومه لكم، يعني الهالوثين والنايتروس اوكسايد جدا سريعين تاثير، حتى انا حاط انه من احدى الادفانتجز انه الرابيد افكت. حد عمره عمل عمليه فيها تخدير؟ بالعاده الدكتور بيقول لك عد العشرة، حط البخاخ عفوا بحط الماسك عليك وبقول لك يلا راح نبلش تخدير، فبقول لك عد العشرة، انت بتعد 1 2 بتنام، ما بتكمل 3 ثواني قد ما هو سريع. تمام، فالهالوثين والنايتروس اوكسايد عباره عن ادويه بتكون جنرال انستيتكس. كمان صوره ثانيه اسمها السوليوشنز سوائل او باودرز. هاي الصور بتكون لوكال تاثيرها محلي، زي او عفوا يعني الصور اللي اعطاء يعني اللي هي الانهيلرز بخاخات او النيبولايزر جهاز التبخير، زي دواء اسمه السال بيوتامول. ترى فكره توزيع السرعين ممتاز، ليش؟ اغلب الادويه اللي ذكرتها واللي بقول لك لا تحفظها الا اذا حاب تزيد بالماده راح تاخذها بنفس الفيرست بالمحاضره الرابعه والخامسه والسادسه. يعني راح ناخذ الابينفرين، راح ناخذ الادرينالين، راح ناخذ مثلا الاتروبين، راح ناخذ السالبيوتامول. السالبيوتامول عباره عن دواء بسموه برونكودايليتر، موسع قصبات، يوسع القصبات الهوائيه. بالعاده يستعمل للناس اللي بتعاني من الربو الازمه. ايش ايجابيات هاي الطريقه الانهيليشنال؟ برجع بكرر الايجابيات كثير 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 مهمه. اول ايجابيه انه والله عندها رابيد افكت، تاثير سريع جدا. قلت لك المخدرات العامه بالعاده دكتور بخدرك بقول لك عد العشرة، انت بتكملش 2. كمان عندهم هاي بايو افيليبيليتي، لان انت هون من رئه للدم، وينك وين الليفر والمعده، صح ولا لا؟ طب ايش الديس ادفانتجز؟ تعمل احيانا اريتيشن، تهيج في الفم. واحيانا ليش؟ لانه احيانا هاي البارتكلز هاي الجزيئات بتترسب بالفم. ايش زياده يعني مثلا الكورتيكوستيرويدز الكورتيزول بخاخات الكورتيزول بالعاده تعمل امراض فطريه بالفم يسموها الكانديدياسيس. طيب
خلصنا طرق قطع الدواء بالعاده. قلت انا هسه قايل لك انه هذا بالعاده يعني هذا هو فعليا اكبر جزء في المحاضره وكثير مهم، لازم تعرف شو معنى بايو افيليبيليتي فيرست باس افكت، ايجابياته وسلبياته، كثير مهم كل طريقه وكيف اعطاها. بس الامانه كثير سهله. نحكي الان بس بجد يعني بلش الان فعليا بالماده، هذا كله مقدمه من فوق بس مهم كثير يعني مش انه يعني مقدمه تسحب عليه. نحكي الان عن مصطلحين، الاول اسمه الفارماكوكاينتكس، الثاني اسمه الفارماكوداينامكس. قبل هيك راح اقرا هاي الجملتين او هذول السطرين وبعدين اشطبهم يعني عادي كلام فاضي. شوف يا جماعه بقول لك قاعد انه فارماكولوجي از ذا ستدي اوف ميديكيشنز، علم الادويه هو علم دراسه الادويه ميديكيشنز اور كيميكال كومباوندز او المواد الكيميائيه and their interaction with a specific molecule in a biological system. يعني علم الادويه هو عباره عن علم يدرس لك ايش الدواء علاقته وتفاعله مع بعض الجزيئات الداخليه داخل جسم الانسان and how they affect the body to produce a certain effect through the chemical processes either activating or inhibiting normal body processes. يعني علم الادويه هو عباره عن علم يدرس لك تفاعل الدواء مع بعض الجزيئات داخل جسم الانسان وكيف هذا التفاعل بيعطيك ايش افكت معين تاثير معين حلو، وكيف هذا التاثير ممكن يحفز او يثبط نشاط جسمي كلام فاضي. كمان pharmacology is the scientific field that studies how the body reacts to medicines and how medicines affect the body. علم الادويه عباره عن علم بيعرف لك كيف الجسم بتفاعل مع الدواء وكيف الدواء بياثر على الجسم. ف when administered and بقول لك قاعد انه فلما هاي الادويه لما تعطيها جسم الانسان to a living system the drug molecule interacts with نفس الكلام بالضبط اللي فوق انه لما تعطي هذا الدواء راح يتفاعل مع specific molecule وهذا الشيء راح يعمل ايش افكت. طيب ركزوا معي يا جماعه، هسه بقول لك قاعد انه علم الفارماكولوجي علم الادويه عباره عن علم الامانه ترى مش شطب هي يعني فيها شغله فهم بس هي منطقيا بس فهم شو انا هون ضمير اكلني. شوف يا جماعة بس افهموا شغلة انه الادوية تتفاعل مع جزيئات داخل جسم الانسان تطلع افكت فقط لا غير، الباقي خلص سكفوه. طيب الان الفارماكولوجي او علم الادوية علم يقسم الى فرعين، في عندي تو برانشز، في عندي فرعين من علم الادوية، فرع اسمه الفارماكوكاينتكس وفرع اسمه الفارماكوداينامكس. بدي احكيهم بالعربي وحاول افهمهم مع السريع. الفارماكوكاينتكس هو عبارة عن علم اللي بتهتم ايش تأثير الجسم على الدواء. فالفارماكوكاينتكس تأثير الجسم على الدواء what does the body do to the drug. يعني بالعربي انت لما تبلع الدواء ولما تأكل الدواء جسمك شو راح يتصرف انتو كيف؟ هذا ايش اسمه بصم الفارماكوكاينتكس. الفارماكوداينامكس من حرف الدي بتحفظها تأثير الدرج على الجسم، تأثير الدرج on the body، تأثير الدواء على الجسم انتو كيف؟ احفظوها يا بالله فارماكوداينامكس دي فدرج on the body. مثال زي مثلا لما اقول لك انك تاخذ مثلا البنادول عشان تخفض الحراره هاي فارماكوداينامكس تاثير الدواء صح ولا لا؟ الفارماكوكاينتكس لما اقول لك والله انه البنادول مثلا راح امتصه بجسمي بعديها اوزعه بعديها اكسره هون الجسم ايش اثر على الدواء صح ولا لا؟ فالفارماكوكاينتكس بصم تاثير الجسم على الدواء، فارماكوداينامكس تاثير الدواء على ايش على الجسم. فالفارماكوكاينتكس study the action of the body on the drug. خلص قلناها كثير تأثير البدي على الدرج. شوف يا جماعة إن شاء الله تعالى في هاي المحاضرة هنأخذ أول شيء بعدين المحاضرة الجاية يعني هون ثلاث محاضرات رح نأخذ ال ADME أو بسموها ال ADME absorption distribution metabolism excretion. يعني قصدهم هون إنه الفارماكوكاينتكس أو تأثير الجسم على الدواء يلخص في هاي الكلمة ADME إنه الدواء رح امتصه أول شغلة بصم بعديها بعمله distribution توزيع محاضرة الجاي بعديها بعمله metabolism بكسره بعديها بعمله excretion بعد ما أكسره بتخلص منه okay؟ بسموها الادمي ادمي اربطوها مع الفارماكوكاينتكس absorption distribution metabolism excretion. أما الفارماكوداينامكس study of the biologic effect of drugs and the mechanisms of their action on the human body. يعني تأثير عفوا دراسة تأثير الدواء وآلية عمل الدواء في جسم الإنسان. فبالعادة الفارماكوداينامكس بتتعامل مع الميكانيزم اوف اكشن، هذا مصطلح مشهور كثير رح يمر معكم كثير في المادة. كلمة MOA معناتها ميكانيزم اوف اكشن بالعربي آلية العمل. طيب مثال يعني مثلا البنادول شو الميكانيزم اوف اكشن؟ بيجي بيثبط انزيم اسمه الكوكس، ان شاء الله قدام يعني.
حلو، لان البنادول بيظبط انزيم اسمه الكوكس 1 حلو ثبطه، فهي بسميها ايش؟ الميكانيزم اوف اكشن. كمان الفارماكوداينامكس تاثير الدواء على الجسم له علاقه في الكلينيكال يوز، الاستعمالات الفعليه للدواء. كمان الادفيرس رياكشنز، كلمه ادفيرس رياكشن نفسها السايد افكتس، التاثيرات الجانبيه. حلو، زي مثلا لما الانسان ياخذ مثلا دوره القلب ويلاقي انه في عنده انتفاخ مثلا. كوشنز، محاذير الاستخدام، احيانا في عندي محاذير للاستخدام. كمان الكونترا انديكيشنز، موانع الاستخدام، زي مثلا لما تقول لي بدي اعطي بنادول اورالي لواحد عنده حراره وبنفس الوقت مغيب انكونشس، يقول لك لا ممنوع، صح ولا لا؟ لانه ممنوع تعطي دواء اورالي او سبلينجوالي لناس انكونشس، لانه في عندي ريسك اوف اسبيريشن. اخر موضوع في هاي المحاضره وان شاء الله كثير سهل، اللي هو الابزوربشن. احنا قلنا انه الفارماكوكينيتكس هي عباره عن ادمي اي دي ام اي، فدائما الدواء لما يدخل الجسم اول شيء راح يصير عليه شو هو؟ الابزوربشن. حلو، فالابزوربشن معناتها ذا بروسيس، العمليه اوف دراج موفمنت، حركه الدواء او انتقاله من مكان اعطاء الدواء للسيستميك سيركيليشن. يعني لو انعطى اورالي فمعنى ابزوربشن انتقال الدواء من عند الامعاء الدقيقه السمول انتستنس لعند الدم. وضحت هاي الفكره؟ اكرز باي باسج اوف دراج اكروس الممبرين، بالعاده بتصير عن طريق انتقال الدواء داخل الغشاء البلازمي. بقول لك قاعد انه هاي من عندي، يعني بالعادي اشهر طريقه لنقل الدواء هي الباسيف ديفيوجن، الانتشار المسهل. اغلب الادويه بتكون ادويه بتنتقل بالانتشار المسهل. فالابزوربشن معناتها انتقال الدواء من المنطقه، او عفوا انتقال الدواء من منطقه الاعطاء الى الدم، لوين؟ للدم. الان هاي كثير مهمه، في سؤال العوامل اللي بتاثر بالابزوربشن، فاكتورز انفلوينسينج ابزوربشن، العوامل المؤثره في الامتصاص. اول عامل الكونتاكت تايم ات ذا ابزوربشن سايت، وقت التلامس او وقت الاتصال عند مكان الامتصاص. كثير سهله. شوف يا جماعه، لو فرضا انا في عندي دواء اسمه دواء اكس، وهي المعده وهي الامعاء. حلو، فالدواء اكس مثلا مكان امتصاصه هو اول جزء من الدودنوم. حلو، هون منطقه هاي، فكل ما كان الدواء اكس في هاي المنطقه حلو، كل ما زاد امتصاصه، صح ولا لا؟ فالعلاقه طرديه، صح ولا لا؟ فذا مور ذا كونتاكت تايم، كل ما كان الدواء في منطقه امتصاصه في وقت في المكان بتاع الابزوربشن سايت، كل ما زاد الابزوربشن، فالعلاقه طرديه. تذكروا كل ما كان الدواء في مكان امتصاصه كل ما زاد انتقاله وين؟ للدم، كل ما زاد الابزوربشن. عشان هيك الناس اللي بتعاني من دياريا، معنى دياريا اسهال، يعني زياده في حركات الجهاز الهضمي، اوكي؟ زياده في حركات الجهاز الهضمي. تخيل معي يا جماعه، واحد معه اسهال اكيد الدواء بصير ينتقل بسرعه، صح ولا لا؟ عشان هيك بقل الكونتاكت تايم. فدياريا اللي هي زياده نشاط او زياده حركه الجي اي بتقلل ابزوربشن، لانها بتقلل شو؟ الكونتاكت تايم. فاحفظوا انه اول عامل بياثر لك في الامتصاص هو الكونتاكت تايم والعلاقه طرديه، كل ما زاد وقت تلامس الدواء في مكان الامتصاص كل ما زاد ايش؟ امتصاصه. ثاني عامل التوتال سيرفيس اريا، اللي هي مساحه السطح الكليه. هاي من الفسيو يا جماعه، اكثر مكان بصير او اكثر مكان انه والله له علاقه انه عنده مساحه سطح عاليه هو السمول انتستنس. فبقول لك قاعد انه the large surface area where the drug is being absorbed the greater and the better absorption occurs. فالعلاقه طرديه، كل ما زادت مساحه السطح كل ما زاد الامتصاص، فالعلاقه proportional، كلمه proportional معناتها طرديه. عشان هيك يا جماعه احيانا الانسان ممكن يعمل شيء اسمه intestinal resection او بين قوسين surgery، ممكن يعمل عمليه جراحيه في الامعاء ويعمل اليوتومي، يعمل مثلا ازاله للإليوم او ازاله لجزء معين من السمول انتستنس. هذا الاشي الانسان لما يستأصل ويزيل جزء معين من الامعاء لاسباب كثيره منها السرطانات وغيره، ممكن يقلل السيرفيس اريا، صح ولا لا؟ فاذا قلل السيرفيس اريا راح يقل شو؟ الابزوربشن. وكمان في حاله ثانيه ايش بسموه الاي بي دي، اختصار لايش اسمه؟ الانفلاماتوري بول ديزيز. هذول يا جماعه عباره عن مرضين، حلو؟ هذا مصطلح بضم مرضين، inflammatory bowel disease، مرض اسمه مرض كرونز
ومرض الثاني اسمه الالسيريتيف كولايتس. هاي الامراض بتدمر الامعاء فبتقلل السيرفس اريا. فالاي بي دي اختصار للانفلاماتوري بول ديزيز، مرض كرونز ومرض الالسيريتيف كولايتس. اوكي الان يا جماعه، ثالث عامل بتحكم لك في الابزوربشن هو الديزيزز، الامراض اللي هم الجاسترو انتستينال ديزيزز، زي بعض الناس اللي بتعاني من ايش اسمه المال ابزوربتيف سيندروم، متلازمه نقص الامتصاص. بعض الناس ترى جينيا من وقت ما ولدوا بيكون في عنده مشاكل في الامعاء فمش قادر يمتص الدواء منيح، بسموها المال ابزوربتيف سيندروم، واكيد هذا الشيء بيقلل امتصاص الدواء. رابع عامل البلد فلو، بين قوسين الفاسكولاريتي، بين قوسين تدفق الدم، كميه الاوعيه الدمويه اللي بتغذي هاي المنطقه. بقول لك قاعد انه كل ما زاد، كل ما كانت الانتستنز عندها بلد فلو اعلى. بقول لك قاعد انه هنا انه الانتستنز الامعاء الدقيقه بشكل عام عندها تدفق دموي بلد فلو اعلى من الاستومك، فبصير في عندنا امتصاص اكثر في الانتستنز من الاستومك للادويه الاورالي. فاحفظي شغله، العلاقه ما بين البلد فلو والامتصاص برضو علاقه ايش طرديه بروبورشنال. عشان هيك بقول لك قاعد انه انشك، كلمه شك شو معناتها؟ انخفاض ضغط الدم، هايبوتنشن، بقلل البلد فلو، صح ولا لا؟ وهذا الاشي بقلل من الابزوربشن، هنس الدرج ابزوربشن ديكريسز. فالعلاقه ما بين تدفق الدم والامتصاص علاقه طرديه. العامل ما قبل الاخير اللي بتحكم في امتصاص الدواء اللي هو تركيب الدواء نفسه. يا جماعه انت هون في عندك امعاء، وهون في عندك وعاء دموي، في عندك دواء هون اسمه اكس، دواء اسمه واي. دواء اكس حجمه 5000 وحدة، دواء واي 50. مين بعبر اسهل؟ مين بصير له امتصاص اسهل؟ الدواء الكبير ولا الدواء الصغير؟ اكيد واي. كل ما كان الدواء اقل حجما، كل ما كان سمولر، كل ما كان مور ابزوربشن. فذا سمولر مولكيولر سايز ذا بيتر ذا ابزوربشن. هون العلاقة عكسية، انفيرسلي بروبورشنال، كل ما قل الحجم الجزئي للدواء كل ما كانت العلاقة شو عكسية. انا هون ضايف معلومه من عندي بس بتفهمكم القصه كامله. هسه في عندي زي كرايتيريا او في عندي خصائص معينه، منها بعمل امتصاص للدواء. يعني عندي خصائص بتقول لي هذا الدواء راح امتصه بشكل ممتاز. شو الخصائص؟ انه الدواء لازم يكون سمول، مهم كثير، صغير، لايبوفيليك، محب للدهون، لانه هون ممبرين، صح ولا لا؟ بين قوسين هيدروفوبيك، محب للدهون، كاره للماء، يعني ذائب في الدهون، ليبيد سوليبل او غير ذائب في الماء، ووتر انسوليبل، كمان نون بولر، كمان نون تشارجد، غير مشحون. ترى على فكره اللي بيكون دائما لايبوفيليك بيكون هيدروفوبيك، والهيدروفوبيك بيكون دائما نون بولر، والنون بولر بيكون نون تشارجد. فهي نفس خاصيه، فهمتوا كيف؟ انه الدواء اللايبوفيليك بيكون هيدروفوبيك وبيكون نون بولر وبيكون نون تشارجد. فهي الخصائص هي اللي تخليني امتص الدواء، يعني هاي افضل خصائص لامتصاص الدواء، انه الدواء السمول يكون لايبوفيليك، هيدروفوبيك، نون بولر، نون تشارجد. اخر عامل وكثير مهم بتحكم في امتصاص الدواء اللي هو البي اتش تاع المكان والبي كي اي تاع الدواء. بس قبل هيك تعال نراجع شويه كيمياء. بي اتش معناتها درجه الحموضه، تكون بالعاده من 0 ل 14. اي دواء بالدنيا او عفوا اي مكان او اي وسط يكون تحت السبعه حمضي، سبعة تعادل، فوق السبعة قاعدي. بي كي اي معناتها درجة البي اتش، حلو، اللي بكون فيها المادة 50% متأين ايونايزد و 50% شو ان ايونايزد. فالبي كي اي معناتها درجة الحموضة اللي بكون فيها الدواء او المادة نص متأين نص غير متأين. مثال لو اقول لك دراج اكس، حلو، البي كي اي تساوي 7، عفوا 7.5، معناته وش قصدهم هنا؟ لما تكون البي اتش 7.5 50% من هذا الدواء اكس راح يكون متأين، و 50% شو بكون؟ غير متأين. اوكي ان ايونايزد، ان ايونايزد. الان يا جماعه بقول لك قاعد انه بالعاده اغلب الادويه اللي حتاخذوها بتكون اما ويك اسيد حموض ضعيفه او ويك بيسز قواعد ضعيفه. نادر ما تلاقي دواء سترونج اسيد ولا سترونج بيس، بالعاده الادويه ويك بيس او ويك اسيد. هسه دائما الويك اسيد او الويك بيسز لهم صورتين، اما صوره متاينه او صوره غير متاينه. كيف بعرف؟ حسب البي اتش تاع الوسط وحسب البي كي اي تاع الدواء. حلو، لا يا جماعه هاي مصطلحات عامه.
أي دواء بالدنيا بيكون أيونايزد مشحون يعني تشارجد أكيد بيكون بولر يعني بيكون هيدروفيليك يعني بيكون واتر سوليبل يعني بيكون ليبيد انسوليبل غير ذائب في الليبيدات. هاي كلها نفس الخصائص دائما بتكون دائما مع بعض حلو. فبكون امتصاص سيء كيف بيكون في عندي بور ابزوربشن. أي دواء بالدنيا بيكون ان ايونايزد انه كمية الان ايونايزد أعلى بكثير بيكون نون بولر يعني هيدروفوبيك يعني لايبوفيليك محب للدهون يعني واتر انسوليبل ما بحب المي يعني بذوب في الليبيدات يعني بصير في عنده جود ابزوربشن. فخلاصة انت اذا حاب تمتص دواء لازم تخليه بالصورة الان ايونايزد الغير مشحونة الغير قطبية الكارهة للمي المحب للليبيدات كله نفس المصطلح. الان هي قاعدة يا جماعة acidic drugs are best absorbed from acidic environments. الأدوية الحمضية بالعادة بصير لها امتصاص من البيئات الحمضية. كيف بدي أعرف إنه البيئة حمضية ولا لا؟ لما تكون البي كي اي أكبر من البي اتش حلو؟ دائما لما تقارن ما بين البي كي اي تاعت الدواء والبي اتش تاعت الحمض إذا كانت البي كي اي تاعت الدواء أكبر من البي اتش تاعت الحمض معناته الوسط حمضي وإذا كان الدواء حمضي معناته هون في عندي امتصاص جيد. وضحت؟ يعني أنا حاط دواء عنده مثلا البي كي اي تساوي 8 حلو والبي اتش تساوي 6 والدواء مثلا اسيد قاعدي حلو. لا خلينا نظبط بس السؤال بزياده عشان نكون دقيقين علميا. كانت البي كي اي 4.5 والبي اتش 2.5 حلو والدواء دواء اسيد ويك اسيد. هسه مبدئيا البي كي اي اكبر من البي اتش صح ولا لا؟ يعني وسط حمضي. طيب والدواء حمضي معناته دائما كميه الان ايونايز لهذا الدواء تكون اكبر من كميه ايش الايونايد يعني في عنده امتصاص جيد. نفس الكلام الادويه القاعديه افضل مكان لامتصاصها هي البيئات القاعديه لما يكون البي اتش اكبر من البي كي عكس بعض. لما يكون البي اتش اكبر من البي كي قاعدي وسط لما يكون البي كي اكبر من البي اتش فمعناته الوسط حمضي. اعطيك مثال في دواء اسمه اللي هو الاسبرين اوكي. هذا الاسبرين عباره عن دواء حمضي فمكان امتصاصه هو ايش المعده انت كيف لانه دواء حمضي فلازم امتصه في وسط ايش حمضي. فبقول لك قاعد انه اذا كانت البي اتش اوف ذا ميديوم از ذا سيم تو ذا بي كي اي اوف الدرج معناته هذا الدواء بضل ان ايونايزد يعني بيتر ابزوربشن. هون قصدهم انه ان البي اتش تساوي البي كي اي. هون قصدهم بالضبط انه اذا كان دواء حمضي في بيئه حمضيه او دواء قاعدي في بيئه قاعديه. أما بقول لك قاعد إنه if the pH of the medium is opposite to the pKa of the drug يعني إذا كان الدواء قاعدي في بيئة حمضية ولا كان دواء حمضي في بيئة قاعدية عكس الطبيعي فمعناته كمية الأيونايزد أكبر فالامتصاص سيء هو الأبزوربشن. آخر شغلة basic oral drugs are better absorbed in the small intestines. ليش؟ لأن الأدوية قاعدية والوسط قاعدي. ونفس الكلام acidic oral drugs are better absorbed in the stomach يعني الأدوية الحمضية أفضل مكان لامتصاصها وين هو المعدة حلو. طيب آخر شغلة البيو افيلابيليتي اللي هي إيش كمية الدواء اللي واصل للدم بشكل سليم. The how much of unchanged drug reached the systemic circulation and becomes available for the biological effect يعني كمية الدواء اللي وصلت الدورة الدموية الكبرى بدون أي تغيير حلو. شو العوامل اللي بتتحكم بالبيو افيلابيليتي؟ اول شغله الفيرست باس افكت اللي هو التكسير الاولي علاقه عكسيه كل ما زاد التكسير الاولي كلما قلت كميه الدواء اللي واصل للدم بشكل سليم كلما قل البيو افيلابيليتي. فبالعاده الليفر ديسفانكشن مشاكل الكبد الليفر فيلير بيقلل الفيرست باس افكت صح ولا لا؟ فعشان هيك الناس اللي بتعاني من مشاكل في الكبد بتكون كميه الدواء اللي واصل للدم عالي كثير لانه ما في عندهم first pass effect. كمان solubility of the drug ذائبية الدواء هل هو water soluble ولا lipid soluble. لو كان water soluble معناته ما عنده good absorption معناته ما راح امتصه معناته ما راح يوصل للدم يعني ما عنده bioavailability. اما لو كان lipid soluble ذائب في الليبيدات منيح معناته عنده ذائبية ممتازة فعنده good absorption معناته عنده high bioavailability. كمان الكيميكال انستابيليتي اوف سم دراجز ان جاستريك بي اتش اند انزيمز بعض الادويه بتكون عندها زي عدم استقرار كيميائي في البي اتش والانزيمات. مثال سم دراجز هاف كيميكال انستابيليتي ذات كانت بي ابزوربد اند مي بي ديجريدد اور ديسترويد ان ذا جي اي تي في القناه الهضميه قبل ما يصير لها ابزوربشن زي مثلا الهيبارين والبنسلينز حلو.
يقول لك انه في عندك بعض الانزيمات اللي بتكسر الادويه قبل اصلا ما يصير لها امتصاص، زي انزيم الـ HCL او الانزيمات غيرها. شويه الادويه عندك الهيبارين، الهيبارين عباره عن مميع مشهور كثير. هذا الهيبارين عباره عن دواء عنده very large molecular weight، هل بقدر امتصه؟ مستحيل. فممنوع ينعطى اورالي، بالعاده بنعطى يا اما سبكوتينيوس يا اما اي في، ما بنعطى اورالي. كمان بعض البنسلينز بتدمر في المعده، حلو، اذا اعطيتها اورالي. ليش تدمر؟ بسبب الحموضة العالية للمعدة. حلو. رابع عامل بتحكم لك في البيو افيليبيليتي هو الامراض، قلناها قبل شوي، الاي بي دي الانفلاماتوري بول ديزيز زي الكرونز والالسيريتيف كولايتس، وكمان المال ابزوربتيف ديزيز. هاي الامراض كلها يا جماعه بتقلل ايش؟ الابزوربشن، صح ولا لا؟ صح. وهذا الاشي بقلل شو؟ البيو افيليبيليتي. كمان البلد فلو، تدفق الدم، العلاقه طردية، شو بتكون؟ علاقة طردية. How to increase the bioavailability of a drug، كيف تزيد من bioavailability؟ يعني مثلا انت كنت معطي جرعة أورالي مقدارها 120 ملي جرام، وصل الدم 100 ملي جرام، حلو؟ كيف بدك ترفع هاي المية؟ يا إما بتغير الروت في administration، صح ولا لا؟ لأن قلنا لو تحول من أورالي إلى IV بتصير bioavailability 100%، فبدل ما يوصل 100 بصير يوصل 120 كاملين، صح ولا لا؟ وكمان اعمل بروتكشن للدرج، احمي الدواء بكبسوله، حلو. ليش؟ لان انت لما تحمي الدواء بكبسوله ودخل للمعده، هذا الاشي راح يحميه من حموضه المعده، فهمتوا كيف؟ وبتكسر جوا وبنتقل براحته. طيب انا حاب اعطيك سؤال شوي صعب للي حاب يعني يتاكد من دراسته منيح، او يكون حاب يتاكد انه والله فاهم البيو افيليتي منيح. طيب يا جماعة هذا هو السؤال، ولك drug X is given orally، 80% صار له absorption للبورتر سيركوليشن والباقي ضل بالجي اي، بعد ما وصلوا هاي 80% 75% منها صار له metabolism للinactive form، و 25% وصل للsystemic circulation، فكم البيو availability؟ طيب انا ما راح حله، حاولوا حلوه وبس، يعني بعثوا لي كم النسبة، ويعطيكم الف عافية. بهاي المحاضرة يا جماعة ركزوا على الأزرق، وأهم شغل الصراحة اللي هي الروتس، الطرق، الإيجابيات والسلبيات، والأبزوربشن والعوامل المتحكمة في الأبزوربشن. ويعطيكم ألف ألف عافية.